ثواني على بالها خمس مرات عشر مرات واحد واحد تتكلمون واحد واحد سعود دقيقة خلنا نسمع مريم بعدين أنت نسمعك ممكن تفضلي مريم إيش صار ليه كده هذه اللي تدايم تكلم في تويتر وش فيك على النساء هذه وش ذنبي يا سعود خلي الأدمي وين باين باين أنت بوستي باين ايه باين 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 ياهو انا اول مره اشوف اثنين ايش القهر والكشكشه ليش كشكشه حلقت بارك تكفى الله يرحم امك تكفى انا اعطيتها الاحكام يا سعود وش هي الحكم اول حطي رود خلاص سكرنا دانكن سكرنا دانكن يقول تكتبين على جبهتك سعود بالروج اوكي والثاني الثاني تحطين صوره سعود ثلاث ايام في بروفايلك والثالث اللي تكلمين انت شايف ذا الوجه تبيني احطه من جدك انت انا مو مقتنع والله ما حد مقتنع انا والله يعني انا مقهور وانا اقولها ترى طب الله يخليك بشتري لك شخصيه والله على حسابي الله يخليك يا طارق انت شوفي يا شو انا وانا والسعود او انا واخوياي كلهم تعاهدنا ان ما تدخل البنت بيننا وذا ايش رايك فينا طب وش الحكم الثالث انت مره كارهه سعود ها مره واضح تدرين كيف قولي شحر قلنا معجون قلنا روج تكتبين على جبهتك سعود نسجنها عندنا ها خل تلعب البنت وتكبس يا اخي انطم خلك قاسي يعني كنت تكون قاسي بتكون مجرم ولا انطق في بيت اهلك الله لا يعطيك عافيه والله لا انت ما انت بقاسي ولا مجرم بتطفي بثه بتقعد عندك ذب لك ورده كل شوي هي متكيه هذه قسوه ذي عادي احسن هي قاسي خليك قاسي خليها تشوف كذا هي جالسه معنا في السجن ما انت بقاسي كذا يا سجنة. يا طارق هذا اكبر عقاب ترى اني ادخل بثه واقعد اكبس له صدق عقاب فعلا سجن يلا مع السلامه بجيكم بس انا ما حكمت هذا الحكم يلا. هذا حكمه هو خلاص قال خلاص يلا خلاص تقلعين ايش يلا وشو اذا ما نفذتي باخذ حصانه يلا انسجني تعال انسجني عندنا مو بقى الحين لا ما بحصانه لا تنفذين الا تنفذين الحين يلا طيب بنفذ بس مو بالحين الحين الحين لا الحين قبلي بس الحين تضغطين لا والله لا يا مريم انت ما عندك محتوى ادخل عندك ليه اذا صار عندك محتوى ادخل ما طلبت انت عندي محتوى ولا ما عندي محتوى ما لي دخل لا عاد انت اللي عندك محتوى ما شاء الله كنس مجلة خلاص سجني عندي سجني عندي انا بسير عليكم انتوا الاثنين الله يعيني الله يحييك هلا هلا ها 10 دقائق وبجيكم ها وش 10 دقائق على كيفك كريم انت ما يصير وش ما يصير الحين حكم لازم الان هذا هو الحكم يلا طيب بس سالفه بجيكم يا اخي خلاص يا مزينه انت سواليفك يا جي حمورتي رحت انا طلعت ورحت حمورتي ورحت انا طلعت انا وصديقات المطعم وكلنا برجر كلنا شاورما عجلي وين عدلوا عدلوا مستواكم وعدلوا وين مستواك الضعيف ضعيف مستواك ديزاينك يا مخيسه يا معفنه وش جا وجهك أنا والله صدق أنت ما ترقد أنت لا قاعد أنا ما أنا أرقد أرقد رح خلاص الرجل راح أرقد أرقد رح أرقد رح أرقد بنجيك شوي خليني أصول معك أستانس نضحك يا ابن حلال أنت دقيقة طيب جيب لي منصور أنت ما ترقد أنت ما يجيك نوم لا والله ما يجي نوم يمكن